حبيبي يعطيك العافية، عملت لك أكلة رح تاكل أصابيعك وراها. لا تقعد، قوم حط كتبك وتعال ساعدني. يلا يا عمي، إن شاء الله ألف مبروك. مبروك فاخر. الله يبارك فيك. أهلين مرحبا. نمتي وديوان المتنبي فوق راسك ومالك طافي الضوء، شو قصتك ماما؟ عم حضر بحث عن المتنبي. أنا مالي معترضة على المتنبي. إنك معترضة على هدر الكهرباء. إيه طبعاً، القراية بهالطريقة فيها ضرر للعيون، أنا مالي معترضة أبداً على هدر الكهرباء. آخ يا ماما، المتنبي تعبني هلكني. ماما أنا لازم أشوفه، لازم أشرح له ظروفي. بتجيبي خاتمك وبتعطيه خاتمه. انت لازم تفسخي الخطبه، فهماني ولا لا؟